هذيك اللي هذيك الطريقه اللي تنحي بها الكروه. شوف شفت تهز الصندور الفوق بالمفتاح كيما هكاك وتنحي الكروه على روحك، وفي التركيب كيف كيف نفس الشيء. هاهم باش نرجعوا الكروه للبومب، البومب اسيستي للطوندور لوطاني هذايا للانترناتور. قلنا كيفاش تعمل؟ عندنا كروه تتعدى تنزل على الطوندور هذايا لوطاني اللي هو فيكس، تمشي للكليماتيزور اللي هو الكومبريسور هذايا، تعاود ترجع للبومب اسيستي هنا، ومن بعد تعاود ترجع للطوندور هذايا الموبيل، الطوندور الموبيل يتحرك، ومن بعد تمشي للانترناتور. طوندور موبيل هذاك ندوروه باش نجمو نركبوه للانترناتور او العكس. عندنا الكروة كي ركبوها، عندنا الكروة الكولي موتور هذه كبيرة تمشي طول للكليماتيزور هنا، ومن الكليماتيزور ترجع للطوندور الوطني الفيكس هذا الفيكس، ومن بعد تمشي للبومب اسيستي من هنا، تمشي للبومب اسيستي وبعد تطلع للانترناتور، ومن بعد ترجع للطوندور موبيل. واضحه العمليه؟ واضحه العمليه. شوف هنا عندنا تبدا من الموتور من هنا اللي هي بولي موتور، تمشي طول للكليماتيزر للكومبريسور، هذا الكومبريسور تاع الكليماتيزر تمشي له، من بعد ترجع من الكومبريسور ترجع للطوندور الفيكس هذا طوندور فيكس، ومن بعد طوندور فيكس تعاود ترجع للبومب اسيستي، البومب اسيستي تطلع للانترناتور، من الانترنتر ترجع للطوندور الموبيل هذا باش كي ننزلوا عليه، انزل عليه كي ننزلوا عليه نجموا نركبوها ونجموا نحوها. شوف فيه الطوندور كي تنح هكاك تركب وهكاك تنح، يعني سهل. واضح العمليه؟